بس ايه اللي بيحصل لو حد اتكلم لاول مره؟ تمام. اللي بيرد عليه بيبقى حد متخصص وتلقى تدريب عالي جدا. تمام. علشان حاجه بنسميها التدخل الموجز، بمعنى انه بيسمع المتصل وبيعرف المشكله اللي هو متصل علشانها، وبيبقى فيه تدخل بيديله بعض الارشادات السريعه كده، انت ممكن تتعامل مع ده ازاي، ممكن يبقى فيه معلومات بسيطه لو هو مثلا حاله ادمان ومتصل بيسال انا محتاجه اتعالج. مبدئيا اطمن الادمان ده مرض وليه علاجه، واحنا عندنا العلاج في سريه تامه زي ما حضرتك قلت وبالمجان تماما، وبيقول له على كام حاجة بسيطة كده يعملها لغاية ما بيوجهه لأقرب مركز يقدر يروح يتعالج فيه بالمجان وبسرية زي ما قلنا. المراكز دي موجودة في 15 محافظة، احنا عندنا 20 مركز موزعين على محافظات الجمهورية، وكلهم فيهم عيادات متخصصة لعلاج الإدمان، وفي أقسام كمان للعلاج الداخلي، يعني أقسام داخلية. عظيم جدا. طيب دكتور، يمكن دلوقتي برضو كل ولي أمر مثلا أب أو أم عندهم أطفال في سن الناس شباب في سن المراهقة بيبقوا مش عارفين يعملوا إيه، أو ما عندهمش الدراية الكافية إزاي يحفزوا الفرامل زي ما حضرتك بتقولي، وإزاي يدوا وثقة كده لأولادهم في أي عرض بيجي لهم من أصحابهم، بقى سواء كان سجاير سواء كان مخدرات والكلام ده كله. إزاي بقى أنا في الفترة بتاعت المراهقة دي كأب أو أم أحفز ده عند ولادي إن أنا أبقى رافض للسكة أو للفكرة دي؟ أسئلة حلوة قوي، مستمتعة جدا فيها. طيب حضرتك في وسط السؤال قلت جزء مهم جدا من الإجابة. أنا كأب أو أم عايز أحمي ابني من إنه يقع في الإدمان أو يبقى عنده الحاجات أو طريقة التفكير اللي تسبب وقوعه في الإدمان. هنا في عنوان مهم بنستخدمه بنقوله للأب والأم، ولما بنعمل إرشاد أسري بنأكد على الجملة دي جدا، اللي هي إيه؟ الوقاية خير من العلاج. بمعنى إحنا اتفقنا إن المرحلة العمرية دي ليها سمات خاصة، فبنبتدي نتكلم مع الأب والأم. الحكايه مش لازم استنى لما هو يبقى عنده هذا النوع من التفكير، ان انا ابقى مقبول في وسط اصحابي بكذا وكذا وكذا، او ان انا لو عايز اعمل حاجه انا اقدر اهندلها. لا، احنا بنبتدي نعمل نوع من الوقايه، بنسبق على الكلام ده. دورك كأب او ام ايه؟ اولا لازم يبقى في لينك بينك وبين الولد او البنت في السن ده. اللينك هنا مقصود بيه الحوار، والحوار مش بمعنى ان انا بساله بتعمل ايه وما بتعملش ايه، لا، الحوار بمعنى اني اسمعه اكتر. حتى في حمله تبع مكتب الامم المتحده للمعني المخدرات والجريمه اختاروا العنوان ده، listen first، استمع اولا. احنا مش دورنا ان احنا طول الوقت نبقى قاعدين بنوجه وبندي نصايح، والتنظير ان انا بقى فاهم اكتر منك، ومش بس بقى فاهم اكتر، لا، ده انا كنت وانت لازم تبقى زي ما كنت. لا، هو احنا مش هم وهم مش، اختلاف، فجوه زمنيه، فجوه زمنيه كبيره جدا، وده لازم احنا كلنا نحترم ده. فانا محتاج ان انا اسمعه، محتاج دايما اديله الامان في ايه، انه بص انت داخل على مرحله عمريه انا مريت بيها ووالدتك مرت بيها، يمكن زماننا غير زمانكم، لكن احنا عارفين كويس ان في المرحله دي هيبقى عندك اسئله كتير جدا عايز تجاوبها، هيبقى عندك حب فضول عادي جدا عالي جدا انك تجرب حاجات كتير. ايه رايك انا وانت نبقى اصحاب؟ تعالى ارجع وقول لي لو جالك فكره، تعالى قول لي نفكر فيها مع بعض. مش هجبرك على حاجه، بس هنفكر مع بعض وهدي لك راي. دي نقطة تانية مهمة، هم بيبقوا ليه بيبقوا زي ما كنا لسه بنقول حاسين ان هم مقبولين من اصدقائهم اكتر؟ لان اصدقائهم والجروب بتاعهم بتاع كل واحد مراهق او مراهقة قابلين بعض زي ما هم، مش مرفوضين، قابلين، انا في قابلك زي ما انت. فهنا الفكرة مش موافق على اللي انت بتقوله، فكرة ان انا قابل انك بتفكر بالطريقة دي، مش بصادر رأيك، مش بصادر حريتك في انك تفكر او تقول رأيك. هل هنا السمع ممكن يبين لي اذا كان ابني او بنتي دخلوا في مرحلة معينة من انواع الادمان؟ يعني لو احنا قلنا الوقايه خير من العلاج، فالمهارات انا ببتدي اركز مع الولد او البنت، السمع ده بيديني فرصه ان انا زي ما حضرتك قلت انمي مهارات الرفض عنده للحاجه الغلط، الكلام بيتاخر، انمي مهارات التعبير، الكلام ده بالظبط، انمي مهارات يعبر عن نفسه ازاي، يعبر عن مشاكله ازاي، انمي مهارات لو قابله مشكله اتخانق مع صديقه المقرب وحاسس انه متضايق يتعامل مع غضبه ده ازاي، لان دي كلها بدايات ممكن تخليه ياخد. لو حصل دروب في حاجه من الحاجات دي هحس بيه، هحس انه بدا يستسهل، انه زي ما قلنا كده المره اللي فاتت في نوع من التداوي الذاتي، انا عندي مشكله وخجل اجتماعي ففكر اخد حاجه عشان تعالجه. لو انا فاتح اللينك في التواصل معاه وهو بدا يفكر التفكير ده، يا اما هيجي يقول لي، يا اما انا هبتدي الاحظ انه بدا يقلد حد معين في الجروب بتاعه، او بدا ياخد تصرف معين بيحاول يحل بيه المشكله. وبرده اللينك اللي انا عامل او الحوار المفتوح بيني وبينه ده هيساعدني ان انا اوجهه صح حتى لو هو بدا. دكتور مش عارف، بتقولي كلام حلو جدا. طيب انا دلوقتي مثلا في اب او ام صاحبوا اولادهم جدا ومعاهم في كل حاجه وبيتكلموا معاهم وفاتحين لينك وفي تفاهم رهيب ما بينهم، لكن صحاب السوق كتير، فانا مش هقدر الازم ابني طول الوقت
يعني ولا هو في المدرسة ولا هو في النادي مثلا مع وقت التمرين أو لو هو في الدرس درس خصوصي، ممكن في لحظة كده طول ما أنا يعني بدي تعليمات لابني بشكل يعني فريندلي، لكن ممكن يجي صاحبي يقوله طب ما تجرب أنت مش هتخسر حاجة، بالرغم أن أنا محوطة ابني جدا وصاحبته جدا وبتكلم معاه ومعاياه، فغصب عنه أو غصب عنها ضعفت تمام وجربت. هنا إزاي؟ أول حاجة أمنع التجربة، وتاني حاجة لو حد منهم وقع في موضوع التجريب هل ده يعتبر بداية إدمان ولا ممكن نلحقه في الأول، وإزاي ألاحظ لو هو ما قاليش أو خاف يقولي؟ تمام، إزاي أمنع التجربة؟ نتفق هنا على نقطتين. زي ما اتفقنا المرحلة العمرية دي هيبقى عنده تفكير التجربة، أنا عمري ما هقدر أمنعه خالص، لكن أنا بديله المهارات اللي تخليه يرفض يجرب أي حاجة. فيبقى على الأقل حتى لو دماغه شغالة بفكر أجرب، صاحبي عايز أدعية زي ما حضرتك قلتي، يعني يبقى فيه نوع من حوار داخلي كده، لا ضعف بلاش مثلا. ضعف دي بقى الخطوة التانية اللي هي إيه؟ فرضنا أنه أخد وجرب لأول مرة، إيه العلامات اللي هتظهر هتعرفني أن في حاجة غلط؟ هيحصل تغيير جذري في سلوكه، هبتدي ألاحظ لو هو طبعه اجتماعي وبيحب يتكلم ويخرج هلاحظ انه بدا ياخد من التجربه لاول مره. لا مش من اول مره. من اول مره هنا احنا يعني نتفق زي ما اتفقنا، انا لو عامل اللينك ده احتمالات انه يرجع يقول هتبقى احتمالات عاليه جدا. لو الاحتمالات دي مش موجوده واللينك ده مش موجود، انا هنا هيبقى غصب عني مضطر انه مره والتانيه انا مش هشوف من اول مره، لان هو خلاص هو اللينك مقفول، فهو هيرجع يحكي ليه، هيتكرر التجربه دي مره في التانيه لغايه ما تبتدي تظهر بعض الاعراض. انا بقى المفروض على الاقل لو ما لحقتش اعمل وقايه زي ما قلنا الحق اعمل تدخل مبكر شويه في المشكله. فبفرض انه بدا فعلا التجربه خدته فعلا الحق اقدر اسيطر على ده واقدر الحقه، ممكن بيحصل حاجه اسمها تدخل مبكر او اكتشاف مبكر للمشكله وبتدخل فيها عشان امنعها تتفاقم وتوصل من مرحله انه بيجرب او بيتعاطى لمرحله ادمان.